ستيفن جورج جيرارد من مواليد 3 مايو عام 1980، هو لاعب كرة قدم إنجليزي وقائد نادي ليفربول السابق الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 112 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لكرة القدم. يلعب ستيفن جيرارد في مركز خط الوسط ويستطيع اللعب في المحور والجناح وخلف المهاجمين. جيرارد يملك قدرات كبيرة تتمثل في التسديد القوي والسريع ودقة التمرير، كما أنه بإمكانه تسجيل الكرات العرضية والرأسية كالتي سجلها في نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2005 بين ليفربول وإيسي ميلان، وذلك بعد أن كان ليفربول متأخراً بثلاث أهداف للا شيء استطاع أن يقلب المباراة لصالحه. جيرارد الذي قضى معظم مسيرته في ليفربول لعب لأول مرة كأساسي عام 1998 وعزز مكانته في الفريق الأول، وذلك في موسم 2000-2001، وفي موسم 2003 أعطاه هوليه شارة الكابتن القائد. أنجز مع ليفربول العديد من الألقاب، منها مرتين كأس الاتحاد الإنجليزي ومرة الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وفي عام 2005 جاء جيرارد ثالثا في التصويت الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لجائزة الكرة الذهبية التي تعطى عن أفضل لاعب في أوروبا. ستيفن جيرارد هو القائد الأول لمنتخب إنجلترا وقاد بلاده إلى نهائي كأس العالم عام 2010 وأيضا في بطولة أمم أوروبا يورو 2012. يعتبر جيرارد واحدا من أفضل اللاعبين في أوروبا وإنجلترا والعالم، وجاء كأفضل لاعب في ليفربول من بين 100 لاعب. في عام 2015 انتقل جيرارد إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعد مسيرة من النجاحات مع نادي ليفربول، ويخطط جيرارد الذي يلعب حاليا في الدوري الأمريكي لكرة القدم لاعتزال مع نهاية الموسم الحالي والاتجاه إلى عالم التدريب، وذلك حسب تصريحاته لصحيفة تليغراف البريطانية.